شارع الوادي في البلدة القديمة كان محطة يومية في حياتي. كان طريقي الوحيد للوصول إلى عملي في حائط المبكى. عملت هناك كمرتب لكراسي وطاولات الصلاة. منذ العام 2002 لفتني كثيرا إغلاق هذا الباب. لم أعرف قصته في البداية، إلا أنني سألت فأخبروني أن هذا الباب هو باب الحمام العربي القديم المعروف بحمام العين، الذي يبعد 30 مترا هوائيا عن حائط المبكى، وأن ما خلفه تعيش قصة عمرها 900 عام. وفي آذار من العام نفسه استولت مؤسسة عطارات كوهنيم على أرض ملاصقة لحمام العين تدعى أرض البيارة لبناء كنيس يهودي سمي بأوهلي يتسحك. أما عملية البناء فقد أحدثت تصدعات وتشققات في أرضية البيوت العربية في الحي. حملة تضييق هذا اللي بتصير قاعده عشان يجبرونا على اخلاء المنزل ويسووا اللي بدهم اياه ويتوسع ويوصلوا للمسجد الاقصى، لانه احنا المساحه الفاصله بين الكنيس والمسجد الاقصى هي مساحه البيت اللي عندنا. هي تقريبا قد ايه؟ 30 متر. ليش في عائلات حوالين؟ يمكن في المنطقه في 500 شخص ساكنين، من 20 عائلة 25 عائلة. بلكونة الحجار تكسرت، مش بس هذا تكسير صار في الحجار. الحجار كله تكسر. بعض المعاناة اللي منعنيها هذا شقة وعطلحتها، هاي بعد ما حطينا عليها جبسين وطرشنا رجعت شققت كمان مرة. الهواء إلهم والأرض تحت الأرض إلهم، هذا اللي قاعدين بيسعوا له. فكانت الحمامات جزء مهم جدا في ذلك الزمان، ومن المعلوم ان هناك من اشهر الحمامات الموجوده في هذه المدينه هو حمام العين وحمام الشفاء. والحمام العين بالذات كانت له شهره كبيره جدا، لانه كان انما يتغذى معظم المياه التي تاتي لهذا الحمام كانت تجلب من عين العروب، وعين العروب هناك قناة اسمها قناة السبيل كانت تغذي الحمام، وكانت تغذي أيضا داخل السبل الموجودة في المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي كان الحمام يشهد نشاط يومي، خاصة بأنه كان قريب من خان تنكز، وبالتالي هؤلاء الضيوف اللي كانوا موجودين كانوا لابد لهم أن يكون من استعمال لهذا الحمام. وهي الغرفة دسروم ولا إذا حنا روم ايش الغرفة هون؟ هاي الغرفة اللي بيكون طالعين من هاي الغرفة، فهي درجة الحرارة بتكون شوي أقل
ف هذول المفروض انه يكونوا فيهم مي وهون مدير الكيل المي بيقعدوا هون الناس وبيديروا مي باردة يعني على حالهم. قبل تقريبا 3 اشهر كانوا المستوطنين بدهم يجوا يستولوا على حمام العين وكالعادة هيك بيجوا شوي شوي من الأنفاق أو من الأسطح. فهي الغرفة المضبوط موظفين جامعة القدس الحراس والأمن أجوا بنص الليل وطوبوها عشان ندير بالنا من هذا الفكر. يعني في تحدي طول الوقت هذا الباب الرئيسي تاعي. هذا الباب الرئيسي كان ينزل من هذا كيت هي هون طريق الوادي. نعم. كان الباب من هنا ينزل على الحمام. يعني باعتقادي موضوع الاستيطان في البلد القديم موضوع معقد وحائر. وإذا أنت بتشوف إنه وجود الكنيس هو بطل بشكل مباشر جدا على باحات المسجد الأقصى. يعني بمعنى أو بآخر وكأنهم بيقولوا إنه إحنا بنقوم بصلواتنا على جبل الهيكل. وأنا بدي أعطيك معلومة تانية، يعني لا يحق للعرب إنهم هم يضيفوا مبنى أو يضيفوا طابق أو طابقين، بينما يسمح لأسباب خاصة بالإسرائيليين بإنهم يكون في هناك أكثر من طابق في داخل المباني في البلد القديم، مع إنه البلدية تمنع ذلك على المواطن المقدسيين وبتحلله لبناء الكنائس وبناء المستوطنات في داخل البلد القديم. يعني في هناك تركيز عالي جدا على الحصول على أكبر قدر ممكن من البيوت والكنائس أو تحويلها لكنائس في محيط المسجد الأقصى. هكذا هي حياتنا، فيها الكثير من القصص. حياتنا في القدس نعيش فيها كل يوم قصة مختلفة، طارة مع الألم وطارة أخرى مع العذاب، وأبطال الحكاية دائما هم العرب واليهود.